بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقتنا الجديدة من لقائنا الأسبوعي هاشتاغ المحامون. حديثنا اليوم يتناول موضوعا مركبا متعدد الأطراف ومتشعب النواحي القانونية. سننظر في حلقة اليوم قضية الإثبات بشهادة الشهود، وهي قضية لا تنقطع جلساتها في قاعات المحاكم لأهميتها من حيث الأشخاص ذوي الصلة وكذلك من حيث الأحكام المنطوق بها. يسعدنا أن نرحب بكم وبمشاركاتكم التي نستقبلها عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ المحامون وfacebook.com/الضفرة تيفي. معنا لمناقشة محاور الحلقة ضيوفي في الاستديو المحامي راشد تهلك وفضيلة الشيخ سيف الجابري. ورحب فيك استاذنا المحامي استاذ راشد تهلك. اهلا وسهلا فيك في استديو هاشتاغ المحامون. حياك الله بكم بالمشاهدين. استاذ الجابري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساك الله بالخير وحياك الله في استديو هاشتاغ المحامون. حياكم الله. و عاد نحن والمحامون هذه قضيه حلوه جميله جدا. نعم ان شاء الله. لأن المحامي يبني شغله كله على الشهاده، وخاصة من أهل المشايخ والفتوى بالذات. نعم. بنبدأ حلقتنا اليوم في أول شيء تعريف الإثبات بشهادة الشهود. الإثبات في اللغة إحنا نعرف أنه التوكيد أو التأكد. إنما شو هو التعريف القانوني أستاذ راشد؟ الإثبات في القانون، المقصود بالإثبات في القانون هو الإثبات القضائي، بمعنى إقامة الدليل من قبل المدعي أو المدعى عليه أو من له مصلحة في ذلك على أمام القضاء على وجود واقعة قانونية معينة، كواقعة السب أو الضرب أو واقعة التأجير أو واقعة القرض أو البيع أو الشراء، تعد أساسا هذه الوقائع لحق المدعى به عبر الأدلة الكتابية أو شهادة الشهود أو القرائن أو استجواب الشهود أو الإقرار أو اليمين، وذلك بالكيفية والطرق التي حددها قانون اتحادي رقم 10 لعام 1992 بخصوص قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، مع التعديلات كذلك رقم 36 لعام 2006، كما أن قواعد الإثبات كذلك مبثوثة في القوانين الأخرى. نعم. ونظرية الإثبات تعد من أهم النظريات القانونية ومن أكثرها تطبيقا في الحياة العملية والقضائية. نعم. شكرا أستاذ راشد. نعم. أيها السادة المشاهدون، عندما تطرح قضية أمام القضاء وينتفي فيها الدلائل والقرائن تلجأ المحكمة إلى شهادة الشهود لإثبات أمر ما أو دحضه. دعونا نتابع التقرير التالي وبعده نواصل نقاشنا حول الإثبات بشهادة الشهود، فابقوا معنا. تعج قاعات المحاكم بقضايا التظلم التي أحوج ما يكون فيها المدعي أو المدعي عليه إلى دليل أو قرينة تثبت صحة موقفه للحصول على حقه وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا. ومن بين طرائق الإثبات القانونية شهادة الشهود أو ما يعرف بالبينة الشخصية، يقوم بموجبها المتقاضي بإثبات ادعائه أو دفاعه وفق إفادة أشخاص يقوم بطلبهم إلى المحكمة لأداء شهاداتهم في النزاع القائم بينه وبين خصمه، والشاهد في هذه الحالة لا علاقة له بالنزاع وليس طرفا فيه، ولكنه طرف ثالث شاءت الظروف أن يكون حاضرا في مكان أو زمان الواقعة التي جمعت المدعي والمدعي عليه. غير أن شهادة الشهود تخضع لشروط وأحكام، منها تقدير قيمتها القانونية وجدواها في إظهار الحقيقة، وقد يقوم القاضي نفسه باستدعاء الشهود لصالح القضية إذا رأى أن شهادتهم مهمة وتخدم مصلحة القضية وتساعد في جلاء الحقيقة. غير أن هذه الشهادة قد لا تكون صحيحة وتندرج تحت ما يسمى بشهادة الزور لصالح أحد طرفي النزاع، فكيف يقوم المشرع بحفظ حقوق المتظلم والتأكد من صدق الشهود وصحة شهادتهم بما يعود بالنفع والفائدة على طرفي القضية دون إخلال أو تزوير؟ مشاهدينا الكرام،
نجدد لكم التحية ونرحب بالجميع في حلقة اليوم من برنامج هاشتاغ المحامون التي نتناول فيها موضوع الإثبات بشهادة الشهود. تكلمت أستاذ راشد عن تعريف الشهادة أو الإثبات بشهادة الشهود، وننتقل إلى الأستاذ الشيخ سيف الجابري. شيخنا، الآن في الإسلام هناك إثبات لوقائع أمام القضاء، ما هي هذه الوقائع أو ما هي طرق الإثبات في الإسلام أمام القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة للقيمة العظيمة للشهادة في الإسلام حذر منها الدين لإثباتها، يعني أثبتت وفي المقابل خوف منها من تركها، لأنها مقام الحق في قيمة الحياة، نعم، وضد الظلم والاعتداء. لهذا جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع اللي تدخل صاحبها في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أنه كان جالس وحذر من بعض المسائل، ومنها قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. حتى الصحابة قالوا: يا ريته أو يا ليته سكت أو صمت، كما جاء في الأحاديث. إذن تكرارها دكتور بس لأهميته. لأهميته، نعم. لماذا؟ لأن الإسلام مبني على قواعد العطاء والمصداقية. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر موطن الإشهاد في الإسلام في أكثر من آية، آيات كثيرة تحدثت، تمام، على أهمية الشهود، نعم، وأن الشاهد لازم يكون صاحب حق. لذلك اشترط في الشهود بعض الشروط، يعني كالإسلام والعقل والبلوغ لأهمية الموضوع. كذلك شهادة أخرى، مثلا نحن نرى أن لما نأتي بشهادة المرأة، تمام، لازم تكون امرأتين، وهناك طبعا علل قد تذكر في مكانها، لكن للقيمة العظيمة في الإسلام جعل الشهادة. لذلك لو سوينا قياس فقط، أحيانا الناس توصل يعني يرتاحون حقيقة المحامين والقضاء، الناس تفهم قيمة الشهادة. الشهادة لأنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى جعلها أول حاجة الإنسان يشهد على نفسه بالإيمان المطلق لله سبحانه وتعالى، أن أشهد أن لا إله إلا الله. فالشهادة هذه إثبات على نفسك ونفي في ذات الوقت على أن لا يستحق العبادة إلا الله. فأنت من هذا المنطلق يجب أن تكون عادل، وإذا ما كنت عادل تسقط شهادتك في المقابل الآخر. لهذا السبب قيمنا الدينية وشرعنا الحنيف أثبت لنا قيمة الإشهاد في الإسلام، وخاصة في العلاقات المجتمعية والعلاقات الزوجية، والإشهاد في الكتابة، الإشهاد في الدين، الإشهاد في القضاء، الإشهاد في كثير من القضايا. لذلك يعني أول ما يطلب الشاهد القاضي الشهود، نعم، إذا ما حصل بعد ذلك يبحث عن الأدلة الأخرى، لكن الشهادة أوقع شيء وأعظم شيء لأنها باينة للعيان. هذا في الإسلام، نعم. زين، ننتقل إلى المحامي راشد. أستاذي، متى تسمع الشهادة في المعاملات المدنية ومتى لا تسمع؟ وفق القوانين، قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، في غير المعاملات التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على 5000 درهم أو كان الطلب غير محدد القيمة فلا يمكن سماع شهادة الشهود في إلغاء أو إيجاد هذا التصرف القانوني. نعم، هذا هو بالخلاصة يعني. شكرا. فلا بد أن تكون قيمة التصرف ما دون ذلك، ما دون الخمسة، دون الخمسة اللي سمع فيها حتى يمكن السماع شهادة الشهود. لأن نعم، لو تم فتح مجال لهذا، كل واحد يقول والله أنا داين فلان في دين مدني أو قرض بمئتين ألف ويجيب شهود. نعم، أعتقد بعد بعكس المعاملات التجارية التي تقتضي السرعة وغيرها، ف تجوز وجائز في المعاملات التجارية. بعد أعتقد أستاذي الفاضل، لأن علة المعاملات المدنية والتجارية أنها يجب أن تكون بالكتابة. بالكتابة صحيح. المعاملات هذه يعني يشجع المشرع
على أساس أنها تكون بالكتابة. أحسنت، وهذا في مبدأ عام، متى ما وجدت الكتابة لا يجوز اللجوء للشهادة. نعم. إلا في حالات استثنائية. بنأتي إلى تفاصيلها لاحقا إن شاء الله. شكرا أستاذ الفاضل. مشاهدينا الأفاضل، سنواصل الحوار والنقاش حول موضوع اليوم الإثبات بشهادة الشهود بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم ثانية مشاهدين الكرام في برنامج هاشتاغ المحامون. يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ المحامون وfacebook.com/الضفرة تيفي. أستاذ راشد، أرد لك مرة ثانية، الشهادة كما هو معلوم أن يكون الشاهد قد شاهد ورأى الواقع أمام عينه، ولكن هناك حالات يكون الشاهد يقول أنا سمعت، فمتى تكون الشهادة بالتسامع؟ طيب، وفقا للمادة 38 من قانون الإثبات جرى نصها تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة. نعم. شهادة العين وسماع الأذن، ومع ذلك تجوزا وأجاز المشرع أخذ من كلام الفقهاء السابقين بأنه دعت الضرورة في هذه الحالات والحاجة، ومن ذلك جوز القانون قبول شهادة التسامع في الحالات الآتية. نعم. وحقيقة شهادة التسامع أن يقول الشاهد يأتي أمام القاضي سمعنا من جماعة من الناس لا يتواطؤون على الكذب واشتهر عنهم قول كذا وكذا. نعم. في حالات معينة لأن الحاجة الداعية لهذا، ومن هذه الحالات ما ذكرت المادة 38 حالة الوفاة، فممكن يأتي الشاهد ويقول سمعنا جماعة من الناس لا يتواطؤون على الكذب واشتهر عنهم أن فلان الفلاني في عداد الموتى، وكذلك مسألة النسب. نعم. أن فلان ابن فلان أو أن فلان جد فلان. نعم. فهاي حالة ثانية. الحالة الثالثة مما جازه القانون الشهادة بالتسامع أصل الوقف الخيري الصحيح مع شرائطه، يعني ممكن هذه عمارة عمرها يعني ما يزيد على 100 سنة، من أين أتي بشهود حينما انعقدت هذه البناء وبنيت؟ نعم. فلا بد الأجيال تتعاقب، فممكن الاستعانة بالجيل الجديد، وهذا الجيل الجديد من الشهود يقول والله نحن أدركنا جماعة من الناس خيرين ما يتواطؤون على الكذب واشتهر عندنا بأن هذه العمارة وقف، أو أنها وشرائطه مثلا يقولون أن هذه العمارة لطلبة العلم أو للمرضى، أو أن هذه العمارة مناصفة بين كانت في البداية وقف والآن بعد 70 سنة قال صاحبها سترجع للورثة. فهذا من الشهادات، شهادة بالتسامع التي ممكن تطرح على مائدة القضاء. وهناك حالة رابعة كما قلت أن قواعد الإثبات متفرقة في قانون الحوالة الشخصية وفقا للمادة 22 بعد 100 في الدعوة التطبيق جرى النص المادة وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين، لأن الحياة الزوجية لا يطلع عليها أغلب الناس. نعم. فدفعا للحرج وإظهار الحق قبلت الشهادة بالتسامع، فيأتي شاهد ويقول والله الجيران والأقارب سمعناهم يقولون أن والله في مشاكل بين الزوجين، أو أن الزوج والله أضرب الزوجة أو العكس، فهنا تقبل الشهادة بالتسامع. هذه الحالات في الحالات الأربع. ممتاز. نعم. شكرا أستاذ الفاضل. العفو. زين فضيلة الشيخ، الشهادة في الإسلام كيف تسمع؟ الشهادة في الإسلام طبعا هي تكون توافقية أولا. نعم. أن دائما وأبدا صاحب القضية يطلب منه القاضي الشهود، فيأتي الشهود وأولا يقسم الشاهد أن يقول الحق. نعم. وهذه قد حقيقة قسم الأداء لأن يقول الحق هي في حد ذاته مشكلة عند الناس، في ناس عندها الورع الديني والخوف من الله سبحانه وتعالى بين شهادة الزور ما وراها إلا نار جهنم. نعم. منتهين. وحد منهم لا والله على سبب المادة يمشي الحال عنده ما عنده مشكلة فينسى، لذلك القاضي حقيقة يعني الشهادة هنا تؤدى بالمشافهة، يعني على طول هي بحلف اليمين أقسم بالله أن أقول الحق. نعم. فالشاهد في هذه الحالة يقول ما علم،
إذا شك القاضي وحقيقة عند القضاء والمحامين كذلك شفافية بعلم اليوم أن هذا الإنسان مرتزق ولا صادق، في الحالة هذه يستجوب يسأل لماذا، حتى بعد ذلك يخوف، والقرآن أثبت ذلك أن يوقف صاحب القضية في الإشهاد بعد صلاة العصر. نعم. تمام. نعم. وفي آيات قرآنية تدل على إيش؟ على الزمان كذلك كل مكان بقيمة الشهادة، ثم يعادون حتى لا يعني يفقدون قيمة الشهادة ويصيرون بعد ذلك بين البشر لا تقبل منهم شهادة. فلذلك يعني الشهادة هي أن يأتي الشاهد أمام القاضي ويقول أقسم بالله أقول الحق، فينطق بالشهادة على ما سمع ورأى وعلم من قول الحق. نعم. وإلا يعتزل ذلك. إضافة إلى ما ذكر سعادة الراشد في مسألة الإسماع القضاء، كذلك يعني دائما نحن عندنا في الفقه كذلك يقبل مثلا عند اللعمة، اللعمة قد يكون ما يرى ولكن سمع. نعم. سمع، فهذا مساند. طبعا هو كما يقال يعني عند ذاك سؤال الإمام علي رضي الله عنه ما هو بين الحق والباطل، فوضع أصابعه الأربعة بين إذنه وعينه، فما رأته العين دائما هو حق. نعم. وسمعت الأذن فيه يعني بين يؤخذ كذا وكذا. لهذا السبب نحن كمصداقية الشهادة حقيقة يعني اليوم المجتمع المسلم في أمس الحاجة إلى ثقافة الشهادة. والله يا جماعة الخير ما أدري يعني لو وقت أذكر لكم قصة. هي تفضل تفضل. حقيقة قد تفيدنا وتفيد المجتمع. مرة كنت أعرف أنا مأذون شرعي دائما في محاكم دبي أتردد، فحصلت واحد من الجماعة هذا الكلام يمكن في بداية التسعينات، حصلته قلت له أنت شو تسوي هنا؟ قال والله خلص موضوع. وعقب قبضني واحد قال لي تعال اشهد وياي، قلت له شو؟ قال لا استغفر الله حرمة. قلت له والله تعال اشهد وياي، وهو شاب صغير يعني ما يعني عمره حوالي كان 22 21 سنة. فدخل عند القاضي. تمام. القاضي قال له أعطني إثبات، مع 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 احترام يعني القضاء يفترض ان الانسان يعني يكون شديد في 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 في, في السؤال خاصه بالنسبه حق اليوم الشباب وغير ذلك. فقال له هات اثبات، اعطاه الرخصه، سجل، وقع، مع السلامه. حكم لها القاضي بالطلاق، انه هي الاشهود انها ايش؟ مطلقه. نعم. هذه الحادثة قدامي اثبات حاله. لما بعد شويه حصلت مره ثانيه قلت على شو شهد؟ قال والله هالمزيونة قالت تعشدوا يا يتشد. قلت تعرفها؟ قال لا. قلت له طيب هذه انت شهدت الان على نار جهنم. قال قل والله. قلت له يا اخي ما تخافون الله، قلت كيف تشهد على شيء انت ما لا شفته ولا سمعته؟ صحيح. فحقيقة اليوم يعني مثل هاي المواضيع التي تطرح قبول الشهادة محتاجة حقيقة الى ثقافة وإعادة يعني عطاء مستمر، لأن الشهادة مثل ما تفضل الأخ المحامي راشد اليوم الكتابة صارت مهمة جدا، لأن الإشهاد العام نحن كمأذونين شرعيين مثلا ما نقبل إلا الشهود يعني في مسألة الزواج. نعم. ما نقبل إلا شهدي العدل يكونوا موجودين إلى غير ذلك. فالشهادة في الإسلام حقيقة لها قيمة كبيرة جدا، لأن الإنسان إذا التزم وخاف الله سبحانه وتعالى المجتمع يستقيم. ليش؟ لأن ما يتحامل حسب ماديات الدنيا. لهذا دائما وأبدا الورع ينبغي على الإنسان في مجال العمل، وكذلك أنا أطلب حقيقة اليوم من القضاء التحقق دائما قبل، لأن كثير من الناس يفتقدون إلى قيمة الشهادة. تعال شهد وياي يلا يا أخوي ساعدني، هي مش مسألة مساعدة، هي مسألة حق. أنت تنتزع حق من صاحب حق وتعطيه حق صاحب باطل بشهادتك، وتنسى عقب تطيح انت في المصايب وتطيح في مشاكل الدنيا ينتقم الله سبحانه وتعالى منك، تقول يا ربي شو سويت؟ ما هو انت شهد سور. ايه. فالمسألة خطيرة جدا يعني، وانا كان رسالة كنت اتمنى يعني اني اذكر اجيبها، كتبت رسالة اسميتها رسالة الى القاضي. خبرتي طويلة ما يقال 30 سنة في المحاكم، فسويت رسالة صغيرة سميتها رسالة الى القاضي، هي من باب يعني ذكرت فيها الورع وبعد الدرجات ومن ينزل منزلة القاضي اللي هم المحامين، كتاب النيابة، كتاب العدل. تدري أن في الشهادة أكثر شيء يعتمد على المحقق الأول ليكتب في المشاكل في الشرطة وغير ذلك. نعم. نعم. المحقق الأول هذا يعتبر أنا المعتمد. لذلك يعني هؤلاء الناس حقيقة يحتاجون إلى جرعات إيمانية أثناء أخذ المعلومة،
تمام. احيانا يكون الانسان يعني تخف المشاكل على القضاء على المحامين والمجتمع. مو مقصرين دكتور انتم، مو مقصرين والله، احنا مقصرين، لكن الشهاده يعني فعلا يعني نحن في الاسلام ربي سبحانه وتعالى جعل الاسلام قيمه عظيمه، لهذا يعني الله سبحانه وتعالى قال واشهدوا، يعني هذه الشهاده حتى في العلاقات الوديه. نعم. حتى لو انت اخذت يعني مبلغ من المال شهد اخوك، ليش؟ اساس بس رفع الحرج امام الله سبحانه وتعالى وامام المجتمع. اسف اخذت الحديث. لا لا مهمك. شكرا دكتور. شكرا ايها المشاهدون الاعزاء، فاصل قصير نواصل بعده نقاشنا حول الاثبات بشهاده الشهود، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا، والتحية موصولة لضيوف الأفاضل في الاستديو. هاشتاق المحامون يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق المحامون وfacebook.com/الضفرة TV. أستاذي الفاضل، سمعنا عن الشهادة في الإسلام، إذن كيف هي الشهادة أمام محاكم الدولة؟ نعم، كيف يسمع الشهود أمام المحاكم؟ نعم. اولا نحن عندنا شهود الاثبات، اولا يتم سماع شهود الاثبات الذين يثبتون الحق، وبعد ذلك يتم سماع شهود النفي الذين ينفون هذا الحق لصالح من استدعاهم. ويتم السماع في نفس الجلسه الا اذا كان هناك مانع او عذر، فيتم سماع شهود النفي بعد ذلك. ياتي الشاهد ويقف امام القاضي على انفراد دون حضور باقي الشهود، الا في المحاكم الشرعيه ان كانت الشهاده صادره عن امراتين فان المراه الاولى تشهد والثانيه توافقها في شهادتها. نعم. كلا او بعضا. المهم الان يقف الشاهد ويحلف اليمين قائلا اقسم بالله العظيم ان اقول كل الحق ولا شيء غير الحق، هذا ان كان مسلما، فان لم يكن مسلم فإنه يحلف على حسب دينه أو على شيء هو يعظمه. وبعد ذلك تسأله المحكمة بعض الأسئلة أو سؤال عام على ماذا جئت تشهد، فبعد ذلك يدلي بشهادته شفاهة ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات كتابية إلا بإذن من المحكمة. نعم. وبعد الانتهاء من الشهادة يتم سؤاله من الخصم الذي استدعاه، ثم بعد ذلك الخصوم الآخرين، وللخصم الذي استدعاه كذلك أن يسأله مرة ثانية، وبعد هذا تقوم المحكمة بغلق الأسئلة، وليس لأحد أن يسأل الشاهد مرة أخرى إلا بإذن من المحكمة. هذا مجمل. وكل ما يتم من الشهادة أو طرح الأسئلة أو أي اعتراضات يتم عمل محضر، ويقوم الشاهد بقراءة هذا المحضر وشهادته وتوقيعه، وله حق التعديل إن رأى ذلك، أو أنه يمتنع عن التوقيع ويذكر سبب الامتناع. هذا مجمل ما يتم أمام المحاكم بخصوص الشهود. الأمر مرتب أمام المحكمة. نعم مرتب، لا يمكن لأحد أن يتدخل. يعني الذي مثلا يستدعي الشاهد هو يسأله أولا، ثانيا الخصم، نعم، ثم لي أنا الذي استدعيته أن أسأله مرة ثانية، ولكن ليس للخصوم أن يسأله مرة ثانية بعد سؤالي الأخير. هذا منظم، إلا أن لم يكن هناك اعتراض، ممكن يبدأ الخصم ويسأل إذا أنا لم أعترض. نعم. ولكن لي حق أن أعترض وأقول هذا الشاهد أنا الذي جلبته، فأنا يحق لي أن أسأله. طيب. فهي إجراءات تنظيمية. هناك أستاذي من شاهد الواقعة بحكم، نعم، عمله كموظف عام، نعم، أو وصلت أشياء سرية أو طاح تحت يده ملف وشاف معلومات، نعم، ويطلب للشهادة، فهل هؤلاء تسمع شهادتهم أمام المحكمة؟ قانون الإثبات عالج هذه المسألة. نعم. أن الموظف العام إذا نما إليه علم من خلال وظيفته فالأصل أن لا تقبل شهادته، الأصل، ولكن ممكن قبول هذه الشهادة إذا أذنت هذه السلطات ولو بعد ترك العمل. لا يمكن. نعم. أن يحاج خلاص تركت العمل، لا يجوز أن يشهد، هذا كقاعدة عامة، استثناء إن أجازت السلطة له ذلك واستدعي من المحكمة أو أحد الخصوم فله أن يذهب، مقيد بموافقة جهة عمله. نعم، مقيد بموافقة واستدعاء من المحكمة. واستدعاء من المحكمة. من المحكمة. نعم. هذا وفقا للمادة 40 من قانون الإثبات. ممتاز. شكرا أستاذ راشد. فضيلة الدكتور. مرحبا. الآن نبغى نسأل عن نصاب الشهادة في الإسلام. نعم.
الشهادة في الإسلام طبعا تتكلموا فيها السادة الفقهاء كثير في هذه المسألة، ولكن باختصر القول طبعا فيها على ما خلاصة لي أو خلاصة المسألة في أربع مبادئ أساسية في نصاب الشهادة. نعم. أول حاجة أن طبعا ما نسميها نحن بالشهادة القاسية، والتي يعني قد تكون من المستحيلات الحصول، وهي الشهادة على الزنا، وهو أن تأتي بأربع رجال يشهدون على الزنا، وهذه حقيقة يعني من الصعوبات طبعا. والله سبحانه وتعالى أراد من هذه من هذا النصاب أن يأتي بالمتهم للزنا أن يأتي بأربعة شهود على هذا الرجل أن زنا. نعم. وهذا حقيقة من دفع مفسدة عظيمة عن المجتمع، وهي قضية الزنا. لذلك لا يجوز فيها التلاعب أو التشويش، تمام؟ لهذا من لم يجد الشهادة فيها حول الملاعنة، وهي ألعن من الشهادة في قوته. هذا النصاب الأول، وهو هذه أكبر مسألة. دكتور، أعتقد أن أربع شهود في واقعة زنا بين شخصين أو لا تجوز بينهما العلاقة، ما متصور أبدا أن تكون هذه الشهادة موجودة إلا إذا كانوا في الطريق العام ياسين يرتكبون الجريمة. نعم. يعني في علانية أمام الناس، وإلا نعم. لا، مو ممكن أن نجيب أربع شهود شاهد، ما ممكن يشوف الواقع بالكامل. ولذلك وهذا ربي سبحانه وتعالى أراد منه حفظ حقوق العباد. نعم. فيما بينها، حتى لا يختل المجتمع. يعني واحد لا، الله سبحانه وتعالى طلب هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان حاول أن يتهم زوجته وغير ذلك، قال له إذا أنت جيب أربعة شهود إذا أنت صادق. نعم. إذا ما في أربعة شهود فيه الملاعنة. ها، بالنسبة للزوجين. أي نعم. أنما بغير الزوجين ممكن أن الواحد إذا قبض عليه في جريمة زنا أن يتم الإثبات بأربع شهود. بإثبات. نعم. نعم. اللي هو الأخرى، هذا النصاب الآخر. نعم. النصاب الآخر وهو في الحدود والقصاص، يعني مسألة الحدود والقصاص طبعا موجودة في القانون، هاي يحتاج فيها لرجلان. نعم. يعني شاهدي عدل. هذه المسألة الثانية خاصة بالحدود والقصاص والجرائم، يعني فيها قتل وفيها ضرب وكذا، هذه يحتاج فيها إلى رجلين في الشهادة. الثالثة طبعا هي ما لا يطلع عليه الرجال، وخاصة بالنساء، يعني في قضايا الرجال ما يطلعون عليها وما يعرفونها، فيكتفى فيها أظني بالقانون شهادة امرأة واحدة، أن في الشرع نحن امرأة واحدة. نعم. لنهاية من الأمور اللي ما تطلع عليها للنساء إلا النساء، فقبل شهادة النساء في تقبل فيها فقط شهادة النساء، ولو حتى امرأة واحدة عند الفقهاء تقبل فيها شهادة الرجل في لا. نفس الواقعة لا أزين أقط، لأن هاي خاصة بأمور النساء. نعم. المر الآخر وهي سائر حقوق العباد العامة، يقبل فيها رجل ومرأتان، يقبل فيها رجل وامرأتان. واشترطوا الفقهاء ليش امرأتان؟ فالله سبحانه وتعالى علل بهذا حساس ينفي عن الناس كثرة الجدل في المسألة والخوض فيها، مش من قصة، ولكن قال إذا وحدة نست وظلت وهرمت وكبرت أو خرفت تذكر إحداهما الأخرى. ليش؟ لأن المرأة أقوى في دفع المرأة للحق، أقوى عن الرجل، لذلك عضد بعضهن لبعض في هذه المسألة. هذا يعني بمختصر النصاب العام في مسألة الإشهاد في أبواب الفقه. طيب، أنت فتحت عيننا دكتور على موضوع مهم جدا، أربطه بمن يطالب أو بمن يدعي بأن شهادة المرأتين نقص لها أمام رجل واحد، وبينت أنت في كلامك بأن هناك بعض أنواع الشهادات لا يقبل فيها شهادة الرجل، إنما تقبل شهادة المرأة فيها. نعم. فهذا ليس انتقاص من المرأة. لا أبدا، إنما هي يمكن طبيعة المرأة العاطفية خلت المشرع، أو قد يكون المشرع يعني لطبيعة المرأة قال مرأتين هني ورجل، لأنها هي عاطفية ممكن أنها تنسى، كل وحدة تذكر الثانية يعني على أساس أن تكون شهادتهم أكثر بينة. ساعات يعني مثلا دائما احنا ليش قلنا نحن في الحدود والقصاص تقبل شهادة الرجال؟ نعم. لأن فطرية المرأة لا تتحمل رؤية المقتول، ما تعرف من قتل من لو في اثنين يتشاجرون
وبينهم طلع دم ما يعرف انه القاتل المقتول، وممكن عطفته بعد تشوش عليها لا اراديا. نعم. الفطره. نعم. يعني انا للاسف الشديد ليحتجون بالنقص هذا، ما في المراه نقص، وحتى الحديث اللي يتكلمون عنه ما جاء في في في, في المعيب ناقصات عقل ودين، يعني هذا كان باب المزاح في مساله في مساله خير لها هي وليس ضدها. فهمت غلط. نعم. لا، المروجين ضد المراه روجوها خطا اساس يقللون من قيمتها. ترى خلي يكملون الحديث، الحديث ما قال ان ناقصات عقل ودين، قال ما رايت اشد من يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الانصاريات، قال ما رايت من ناقصات عقل ودين ياخذون بلب الحكيم. إيه؟ الرجل الحكيم او الرجل الهبي ما معنى الحديث. اذا هو مدح لها وليس لها وليس انتقاص. الكثير من المسائل طال عمرك، يعني الحين لما ناتي هم ياتي مثلا في مساله معينه اذا كان المجال يسمح، مثلا لما ياتون عند قسمه الميراث مثلا ويقول لك لا والله انتم منتقصين المراه لانها تاخذ الرجل مثل حظ الانثيين، هي ما تعرف ان احيانا المراه تاخذ اكثر عن الرجل. ياتون عند زاويه هم يشتهونها وينسون الزوايا الأخرى التي المرأة تأخذ الثلثين وتأخذ النص وتأخذ أكثر من رجل بكثير. وحتى لو أخذت أقل عن الرجل فهي غير ملزمة بالنفقة، والرجل ملزم بالنفقة. ما يعرفون هذا شيء. هذه المنظومة للأسف منظومة متكاملة ربانية، ولكن الناس اللي ياسين ينتقصون من هذا الأمر مفهمين المنظومة بالكامل. لكن أشكرك دكتور على هالمعلومات القيمة. أستاذي الفاضل، الشاهد قد يمتنع عن الحضور. نعم. وإذا امتنع هناك إجراءات ممكن أن المحكمة تأخذها قبل الشاهد. نعم. ولكن قد يكون الشاهد في ظرف سفر، مرض موت على محتضر، ممكن له ظرف ونبغى نسمع شهادته والجلسة بعدها بعيدة. فما هو الإجراء المتبع أو ما هو الإجراء الذي ممكن أن احنا نسمع فيه الشاهد قبل موعد الجلسة؟ إذا كل شخص إذا الحين عنده دعوة مثلا يبغى يرفع دعوة موضوعية أمام المحكمة. نعم. وقبل رفع هذه الدعوة الموضوعية عنده شهود، شاهد على سفر ولن يعود، شاهد سيسافر بلا رجعة، أو إنسان شاهد مريض مرض الموت. نعم. فإن هنا عنده دعوة وسيستفيد من هؤلاء الشهود لاحقا قبل رفع الدعوة الموضوعية، فإنه يلجأ للدائرة المستعجلة للقاضي الأمور المستعجلة ويقدم طلب، يقول والله أنا عندي شهود كذا كذا وضعهم وأبغي أن المحكمة تعيني على سماع هؤلاء الشهود على صفة مستعجلة، فيوافق القاضي على هذا الطلب ويعلن الخصوم الذين ربما سيكونون خصوما لمقدم الطلب في حال رفع الدعوة الموضوعية، ولهؤلاء الخصوم كذلك أن يجلبوا شهود نفي لهم، ويتم عمل محضر كحفظ للدليل، هذا من نوع حفظ الدليل، يتم حفظ هذا الدليل بمحضر لغاية رفع الدعوة الموضوعية، وحينما يتم رفع الدعوة الموضوعية يتم ضم المحضر للاستفادة من شهادة الشهود. يعني ممكن قبل رفع الدعوة الموضوعية. نعم. أو أثناء ممكن رفع الدعوة الموضوعية إذا. نعم. الجلسة بعدها يعني. نعم. إذا لا، هو المسألة إذا كانت أثناء الجلسة فالشاهد الذي لا يحضر أو عنده مانع يذهب مباشرة إلى القاضي، الموضوع يعتبر قاضي مستعجل. نعم. نعم يعتبر مستعجل. بس أنا اللي أظن السؤال أن في حالة أن الشاهد الذي لا يريد أن يأتي، لا يمكن الإنسان يجبر على الشهادة إلا إذا المحكمة ألزمته بأن يأتي بالشهادة، فولم يأتي في الجلسة القادمة إذا يقدم العذر القاضي يقول سبب أنا والله لأني ما جيت كذا كذا كذا. نعم. ويقال من الغرامة، لأن من حق القاضي إذا طلب شاهدا معينا ولم يحضر أن يغرمه. صحيح. أدخل عليه بسؤال. هي تفضل. ألا يمكن استكتاب الشاهد؟ يعني أنا أكتب شهادتي وأعطيها لمن يريد الشهادة وأسافر؟ لا يجوز، لان احنا قلنا قبل يعني الاصل في الشهاده يعني ان تدلى شفاهه. أيه؟ ولا يجوز الاستعانه بالمذكره كتابه امام القاضي الا باذن القاضي. فلان الشهاده فيها لمسه نظره القاضي للشاهد وفراسه القاضي انه يشوف الشاهد كيف يدلي بشهادته مرتبك. نعم. ومناقشه فيعرف، لان من سلطه القاضي ان يطرح هذه الشهاده كل الشهادات ويقول انا لا اطمئن، وقوله أنا لا أطمئن من أين أخذ؟ أخذ من الجلسة، رؤيته للشاهد، طريقة. نعم. الإدلاء. صحيح. كل هذا لهذا يمنع. نعم. الكتابة أو. نعم. أنا أكتب وأرفع مذكرة.
نعم. ولكن هؤلاء في شهود خاصة، مثل إنسان بيسافر ولا يرجع، وهذه هاي ما يوافق الشريعة والقانون كثير من المسائل هذه حقيقة. بس يسمع قاضي نعم. ما يكتبها، لأن القاضي أول شيء يناقشه نعم. ويستفسر نعم. ويسأله أسئلة عن المدعي وأسئلة عن المدعى نعم. عليه أنزين نعم. حتى يوازن. أنما لو كتب بس بيكتب اللي هو يبقى أو اللي يمكن المدعي يبقى. هاي كنت أنا أقصد الرسالة اللي أوصلها للجمهور نعم. أن هاي المسائل اللي يشتغلون عليها حاليا بعضهم ما تنفعهم، لذلك لا بد أن الإنسان يحضر كما ذكرنا في بداية المحاضرة أو النقاش، أن نحن الشاهد يعني الأصل فيه الوجود، يعني شهادته تكون باينة ظاهرة نعم. مباشرة وأمام الطرفين على أساس أنهم يناقشونه نعم. نعم. والقاضي سبحانه ينظر بعينيه وبفراسته وفطنته ثم يضع ملاحظته. أنا لا أطمئن ولا أحد يستطيع أن يناقش القاضي في قول لماذا لم تطمئن للشاهد، لأنه هو الرقيب الأعلى على نفسه وعلى الشهود. صحيح. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحوارنا تتمه بعد الفاصل وهاشتاق المحامون، فكونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، نواصل نقاشنا حول ما تبقى من نقاط هذه الحلقة عن الإثبات بشهادة الشهود. دكتور، هناك حالات تسمع فيها الشهادة أمام القاضي لا تسمع إلا أمامه، ولا يجوز أن تسمع أمام قاضي آخر، ممكن تفسر لنا هذه النقطة؟ نعم، لماذا؟ لأن الشهادة في حد ذاتها لا تسمع إلا أمام القاضي نعم. وهي لأن الحوادث اللي تحصل بين الأشخاص من جرائم أو قصاص أو حدود إلى غير ذلك، أو سرقات، أو مثلا هتك عرض بالسب مثلا أو بالشتم أو إلى غير ذلك، دائما نحتاج فيها إلى شهود. فشهادة الشاهد أمام القاضي في الحقيقة هي أول حاجة تقوية للحق، تقوية للحق، بأن في ناس ناكي، في ناس يقولون الحق وما يأخذهم بالحق لو ما تلائم لا من قريب ولا من بعيد. لذلك الإسلام ما منع أن يكون الشاهد حتى على أقرب الناس له، يعني لو طلب منه في الشهادة أو حصلت مشكلة معينة لا يقول والله هذا أنا ما أقدر أشهد ضده، هذا والله ولد عمي وهذا أخوي، لا، من أقرب الناس يجب أن تقوم بهذه الشهادة ما عدا الأصول والفروع. لا، الشهادة الضدية مش المكتسبة نعم. يعني هي الإثبات على الشخص مش له. لو أثبت أنا مثلا أن أخوي مثلا هذا معتدي، أقول أنا أشهد أن أخوي اعتدى. ليش؟ لأن أنا قلت الحق هنا ما منش من مصلحته بل ضده. من هنا قيم الإسلام في شهادة الإثبات في حد ذاته تجعل القاضي في الحقيقة أمام رؤى كاملة نعم. وهذه هي القيمة العظيمة عندنا في شهادة الإسلام، أن نحن نطلب إيش؟ الشاهد إلى الحضور أمام القاضي. وطبعا الشروط الثانية يعني عند إخواننا المحامين. إذن تكملة لحديثك دكتور، شكرا على ما أدليت فيه. أستاذ راشد، ما هو نصاب الشهادة أمام المحاكم؟ المحاكم عموما، نحن المحاكم عن المحاكم الشرعية أو نقول غير الشرعية نعم. مثل المحاكم الجزائية أو المحاكم المدنية أو التجارية أو العمالية، فليس هناك نصاب معين للشهود نعم. ممكن تجيب 10 والقاضي لا يطمئن لها 10 من الشهود ويطرحهم، ممكن تجيب شاهد ويطمئن كذلك. في هذه المحاكم ممكن الأصول يشهدون للفروع والفروع يشهدون للأصول نعم. أهم شيء لا تكون هناك مصلحة، فإذا ما اقتنع القاضي أن ليس هناك مصلحة فيأخذ بهذه الشهادة دون النظر للعدد المعين نعم. أما في المحاكم الشرعية فهنالك القانون الأحوال الشخصية مأخوذ من الشريعة الإسلامية في الحقيقة كل المواد، ولكن الفرق أنه تم وضع هذا القانون في قوالب قانونية فقط. فمثلا عندنا مثلا في الطلاق والأمور الحياتية شهادة رجلين أو رجل ومرأتين نعم. في غير الأمور الثانية ممكن في العدة وكذا ممكن بشهادة امرأة انتهت من عدتها ما انتهت والله هي في فترة الدم أو من ذلك. القاعدة في الشريعة أن هناك نصاب، أما في غير المحاكم الشرعية لا نصاب في العدة، لا نصاب على حسب نعم. قناعة القاضي وقناعة القاضي. بالشهادة نعم. طيب دكتورنا الفاضل، ما هي عقوبة شاهد الزور؟ هذه طبعا
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يعني أنت نشوف الخبر لما يجي وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر من هذه الكبائر شهادة الزور، وهي قلب الحقائق. شهادة الزور قلب الحقيقة، إيصال الباطل إلى صاحب الحق وترك صاحب الحق بلا حقه. فهذه من أعظم الجرائم في كبشرية، الناس تأخذ فيها حقوق بعضهم لبعض. لذلك الإسلام حذر منها، حذر منها، وأوجب على هذا إذا أراد أن يتوب ويرجع عليه شروط. نعم. أول حاجة رد الشهادة، يقول والله أنا بسير مكة بعتمر وأتوب، ما ينفع الحال. يعني هو شهد زورا تمام، وإلى على زيد من الناس تمام، في مسألة من مسائل المال العام أو الأملاك إلى غير ذلك، وبعد 10 سنين حسب التوبة مثلا وقال خلاص أنا إيش أسوي يعني. لا، حقوق العباد ما تسقط بالتوبة لأن لها شروط. الله يقول أنا دينت وصرت العمرة وحجيت، لا، أنت هذه عبادات أديتها لنفسك، لكن يشترط للتوبة شروط، وخاصة هذه المسائل العظيمة. أولا ترجع عن شهادتك، تندم وتذهب إلى الجهة وتقول يا جماعة الخير أنا كذبت في هذه المسألة وراجعت نفسي وأنا كنت غافل، ويعني يجيب لك أي علة. أنت بتحصل عقوبة بعدين، عقوبة الكذب، ولكن على الأقل أنك أنت ترد عن هذا الذنب الكبير، لأنه يوقع في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها شد التحذير. فبعدين أنك أنت تتوب من هذه المسألة ويرجع الحق لأصحابه. نعم. لهذا السبب أخي الفاضل، مسألة عقوبة شهادة الزور يعني أن كذلك في الإسلام لا تقبل تسقط شهادة بين الرجال. يقولون في الدنيا ولا آخر العقوبة؟ أي عقوبة أخرى دنيوية، لأنها يعني تسقط عقوبته، تسقط عنها الشهادة. نعم. لا يقبل شهادته في أي معاملات، فيصبح رجل منبوذ ما له قيمة. ليش؟ لأن شهد زور. صحيح. تمام. حتى يذكر الروايات أنه كان يركب على الحمار مقلوب الظهر ويقاد بالأسواق حتى يشهر بين الناس، يعني كما قرأنا في بعض القصص أن اللي يشهد زور وغير ذلك. بعض الثقافات يحرقون اليد يعني على أساس أنه شهد شهادة. نعم. لهذا يعني صار رفع اليد. نعم. يعني من بعض الأمور أنه ينعرف إذا شهد سابقا ولا لا، شهد زور. نعم. ويركب الحمار مقلوب بعد عشان ينفضح جدا، يعني على أساس أنه يخلي وجهه على دبر الحمار. نعم. ويساق في الأسواق حتى يشعر بأن هذا شهد شهادة. نعم. زور. شكرا دكتور. نعم. حقيقة يعني الساعة مرت ما حسينا فيها من كثر المعلومات القيمة اللي ما شاء الله عليكم أعطيتونا إياها واستفادوا السادة المشاهدين. الحين عندنا دقيقتين، دقيقة أستاذ راشد لك، ما هي آخر كلمة أو نصيحة للسادة المشاهدين؟ أتكلم بخصوص الإثبات عموما. تفضل. أن الإنسان حينما يطرق باب القضاء ويريد أن يطالب بحق له ولا يعرف كيف يثبت هذا الحق، فنقول له أن حقك والعدم سواء. نعم. فلا تلومن القضاء، ولكن لوم نفسك، لأن الحق لابد أن يرافق ويلازم معه الإثبات. فالحق والإثبات متلازمان. لهذا المادة الأولى من قانون الإثبات قالك على المدعي أن يثبت حقه والمدعى عليه نفيه. ما دام أن في دعوة لابد أن يكون في بينة وفي بينة. نعم. وكيفية استخدام البينة وكيفية الطرح هذا فن. يعني كثير من الناس يشتكون يقول والله نحن عندنا حق وضاع حقنا، انك ما عرفت كيف تقيم الاثبات الاجراء على المناسب والصحيح هذا الحق. نعم. وكذلك بخصوص الشاهد عموما، هؤلاء الذين ياتون ويشهدون، لا ينبغي للانسان ان يشهد الا بما راته عينه وسمعته اذنه، وان كان فلا يشهد الا وهو متيقن 100%. وان كان شاكا في شهادته فالاولى له الا يشهد، لانه سيندرج في شهاده الزور. وللمحكمة إن شكت أو رأت أنه شهد شهادة زور أن تحوله للنيابة العامة، والتي بدورها ستحوله للمحكمة الجزائية. نعم. شكرا أستاذ الفاضل. دكتور تفضل. والله يا سيدي الفاضل، طبعا الشهادة كما أخبرت في بداية اللقاء، الشهادة عظيمة، الشهادة
عظيمة. لذلك على الإنسان أن يجعل التقوى بين عينيه في مسألة الشهادة، ولا تأخذه لومة لائم في إقامة لسانه بالحق. المسألة مش مسألة أني أنا كم بستفيد، المسألة دائما أنا أقول كل إنسان له نهاية، ونهايتك أنت تبحث عن جنة أو نار. فالإنسان يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وخاصة في مسألة الإشهاد، لأنها مسائل خطيرة جدا تضيع فيها حقوق العباد. لو في الوقت ونذكر ما مر علينا من قصص وروايات أعتقد ما يكفينا ساعات كثيرة أكثر. ليش؟ لأن حقيقة الوقاية أحيانا أنت تخلص على قضية، يأتي في آخر لحظة إنسان يشكك في الموضوع، نعم. تمام؟ يفسد حق للناس، وهذه حقيقة كثير. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يجمل الناس بشهادة الحق، لأنها المطلوبة عند الحق سبحانه وتعالى. شكرا دكتور، أنا أشكركم على هذا اللقاء الطيب، حقيقة أنا استمتعت وتعلمت، وأعتقد أن السادة المشاهدين بعد يعني وصلتهم المعلومة بكل سهولة وبكل لطافة وبكل عمق أنتوا أديتوه. شكرا لكم أنتوا الاثنين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر لكم حسن المشاهدة، على أمل اللقاء مرة أخرى مع أسرة برنامج هاشتاغ المحامون الأسبوع المقبل. لكم مني ومن الضيوف الأفاضل أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.